تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ومرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأحب أني أيضا مستمعينا الأعزاء أرحب فريق عملي في التنسيق والمتابعة الأخت ميرا المري، والإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب وأصبح بالدكتورة عائشة البسطي، اليوم بتقدم معنا الحلقة، فصباحكم صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ فقرات البرنامج أحب أني أذكركم خلال الساعة تتواصلون معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وأيضا اليوم معنا دكتورة، مثل ما تعرفين اليوم العالمي للإذاعة، فكل عام أنتم بخير جميعا. كل عام وانتم بخير جميعا، وخاصة زملائنا في مؤسسة دبي للإعلام. نعم. بالخصوص إذاعة نور دبي. نعم دكتورة، ناخذ عيل مثل ما عودنا المستمعين، أول فقرة من برنامجنا فقرة السوشيال ميديا. صحيح. وبتكون معنا إن شاء الله زميلتنا أسمى الجناحي، ونقول صباح الخير أختي أسمى. صباحكم الله بنور سرور أخوي عبد الله ودكتورة، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. صباحك نور وسرور. تباركي لنا اليوم أختي أسماء. كنت أقول لكم مبروك عليكم اليوم العالمي للإذاعة. الله يبارك فيك. وأيضا يعني أمس الكل كان سعيد بصراحة بالتغريدة اللي كانت الأكثر تفاعلا أمس في تويتر، وهي تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يعني واللي كانت بقراها أثناء تصفحي لتويتر شاهدت تغريدة أثرجت من صدري. شكرا. نعم. للأخت عائشة على تقديركم لجهود هيئة الصحة، والشكر موصول للهيئة ولفريق العمل من الأطباء على مثل هذه المبادرات. تمنياتي لوالد عائشة بدوام الصحة والعافية، وسنحرص في حكومة دبي دائما على خدمتكم وراحتكم لأنكم تستحقون الأفضل. هذه التغريدة لاقت الكثير من التفاعل، يعني كانت صحيح. أكثر من 400 ريتويت وأكثر من 800 لايك، وايضا يعني كانت طاقه كبيره حتى للاطباء والموظفين والطاقم والجمهور. نعم. ايضا، وهي خدمه من الخدمات اللي يعني كل شخص عنده كبير سن او حد من اصحاب الهمم. نعم. اكيد يعرف هاي الخدمه. صحيح. يعني ومتميزه اسم هذه الخدمه، يعني صراحه انك توصل الخدمه للمتعامل والمريض نفسه لين مسكنه، يعني ما تنتظر ان هو يجيك لين مكان عملك او لاخذ الخدمه، وهي خدمه صحيه وطبيه. نعم. ويحتاجها الجميع، يعني صراحه الرساله البارحه اثلجت قلوب الجميع. نعم. صراحه صح بصراحه دكتوره، كشخص يعني يستخدم الخدمه، احنا عندي جدتي كبير في عمره مريضة وشي، فالخدمات التي الفحوصات يسوونها إياها في البيت، يعني حتى أخصائي التغذية يوصل للبيت، فهالأشياء يعني أي شخص عنده كبير حد من كبار المواطنين في البيت بيستشعر فيه. نعم أختي أسماء. يعني أنا بس أكد أن حتى الدواء عندنا حين أطلقنا من قبل شهر تقريبا. نعم. مبادرة دوائي، الدواء بعد يوصلهم للبيت. صحيح. فممكن أيضا يعني كل أغلب الخدمات تقريبا 90% وصلهم البيت. نعم أسماء، مثل ما ذكرتي أنت، هي ليست فقط يعني مثلا الخدمة العلاجية، يعني الخدمة قد تكون متكاملة، يعني حضور الطبيب ومعاه فريق طبي متكامل، التغذية ويعني أخصائية التغذية والتثقيف الصحي، وحتى مثل ما ذكرتي يعني الدواء، فهي منظومة متكاملة توصل اليوم للمتعامل لين بيته. يعني صحيح اخوي عبد الله، حتى احيانا يكون مثل اخصائي علاج طبيعي ايضا يتاكد، يعني يتابع. نعم. الحاله الادويه، حتى ان هاي الخدمه من الخدمات اللي فيها تطبب عن بعد، يعني ممكن حتى يتواصلون مع الطبيب داخل المركز الصحي. نعم. من خلال الاجهزه الموجوده مع الكادر الطبي يسيرون البيوت، فهاي من الاشياء يعني فعلا خدمات
جدا مفيدة، وممكن يقدمون عليها عن طريق الاتصال ب 800 أو عن طريق الحضور الشخصي إن يملون الاستمارة الخاصة بهذا الموضوع، فممكن يقدمون عليها بالطريقتين. نعم تفضلي. ناخذ بعض الاشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. نحن ناكد على موضوع المسح الخاص بنور دبي للعيون، ونقول لهم يا جماعه اي شخص ذيته مكالمه مركز دبي للاحصاء نتمنى انهم يلبون، لان مشاركتهم في هذا المسح بالتحديد راح يساهم في تطوير خدمه العيون على مستوى اماره دبي، فمشاركتهم جدا مهمه. اذا ياهم اتصال مركز دبي للاحصاء ان يجونا ويسوون الفحوصات اللي محتاجينها. نعم، ونحن ذكرنا يمكن اختي أسماء في اكثر من مره بان يعني هاي المبادره مبادره وطنيه، ونشجع الجميع يعني مثلا انهم يحضرون او يشاركون يعني في هاي المبادره. هاي غالبا في الدراسات احيانا يحتاجون وقت معين، فعشان في فرصتنا بعض الاستفسارات ليش ما تاخذون الارقام، ليش ما تاخذون يعني من الاشياء الموجوده، احيانا يحتاج وقت معين، واحيانا نسوي الدراسات بطريقه معينه ان انت تبغى يعني تلبي احتياجات معينه في الدراسه، فهالاشياء احيانا ما تساعد من الملفات الموجوده. صحيح، فهذا الشيء وجودهم ومشاركتهم جدا مهمه. رساله اليوم ننتظرها. دكتور فاز اليوم احرص على الانتهاء من مهامك بشكل دائم، فكثرة الامور العالقة والمتراكمة تزيد من ضغوطاتك النفسية. ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. احلى رسالة، واللي انتظرها صراحة كل يوم خميس تكون سبحان الله لو... تجهيز للإجازة. لو تذكرين كنا نتكلم عن الدراسة صحيح قبل يومين، يعني الانسان كيف يتغلب على امور القلق والاشياء هاي على اساس انه ما تكون عندهم مشاكل، وممكن تتعرضون على اشياء ثانيه وامراض ثانيه. اكيد، فهاي لها دور كبير كذلك ان تقلل القلق خلال اجازه نهايه الاسبوع. ننتقل لفقرتنا التوعويه. عبد الله، الحين بنتحدث عن موضوع جدا مهم الحين خلال هذه الفتره، طبعا انتشار خاصه الامراض الانفلونزا، النزلات المعويه، واللي دائما تصاحب الحراره او الحمى. واليوم بنتحدث عن موضوع جدا مهم، التغذيه ترى لها دور كبير سواء في الوقايه او حتى في العلاج او تخفيف الاعراض. واليوم بنتكلم عن تغذية المصاب بالحمى مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفرة بن كتة. صباحك الله بخير أستاذة عفرة. صباح الخير والسعادة على مستمعينا إن شاء الله، واليوم نفيدهم بموضوعنا المطروح إن شاء الله. ممكن تحثينا أكثر عن التغذية للمصاب بالحمى؟ إحنا عارفين التغذية لها دور أساسي وكبير يعني خاصة لأي مرض، فما بالك الحمى والأشخاص يكونون تعبانين وما يقدر يشرب أو يأكل، فشو دور التغذية عند الناس المصابين بالحمى؟ إحنا اليوم راح نتكلم عن كيفية الوقاية من مضاعفات أمراض الحميات مثل ما قلنا اللي هي الأمراض المصاحبة بالحمى. نعم. من خلال الغذاء، وذلك بسبب شو التغيرات، في تغيرات فيسيولوجية تصير في الجسم وفي التمثيل الغذائي خلال هاي الفترة، بسبب إن هاي تعتبر ردة فعل الجسم لما ترتفع درجة حرارته أعلى من المعدل الطبيعي اللي إحنا نعرفه 37. صحيح. فمن هاي التغيرات مثل عندنا ازدياد سرعة احتراق العناصر الغذائية، وإن الشخص هذا ارتفع درجة حرارته أعلى من المعدل الطبيعي تبدأ عمليات الاحتراق واستنفاط لمخزون الجسم بشكل أكبر. فعند ارتفاع درجة الحرارة بس درجة واحدة فالجسم يستنزف 10% من مخزونه لكل درجة حرارة واحدة. نعم. كذلك عندنا من التغيرات اللي هي زيادة عمليات هدم البروتين بالجسم، ونعني البروتين معناته هني العضل الموجود، كمية العضل الموجودة، فتبدأ عمليات الهدم وقد تصل إلى ضعفين أو إلى 3 أضعاف الكمية المستهلكة في الحالات الصحية. يعني إحنا قاعدين نستهلك من مخزون البروتين موجود في العضل من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف على المعدل الطبيعي. نعم. واستهلاكنا للبروتينات أو العضل الموجود هذا لا يرجع لارتفاع درجات الحرارة في هاي الفترة، لكن يرجع لنوع العدوى الموجودة، يعني على حسب نوع العدوى شراستها يبدأ استهلاك العضل الموجود عندنا في الجسم. صحيح. عشان شيء إحنا نقول لازم نوفر غذاء عالي البروتين في للأشخاص المحمومين بكميات أكبر، مثل عندنا إحنا لما نقول بروتين قصدنا يعني مثلا اللبن والبيض وما إلى ذلك.
بعد عندنا زيادة عمليات البخر وفقد السوائل في الجسم، مثل طبعا احنا كيف نفقد السوائل من الجسم؟ عن طريق عمليات التعرق خلال صحيح. فترة الحمى، الإسهال، القيء. عشان شيء احنا لازم نعوض هذه السوائل، تقريبا المصادر العلمية تقول من 2 إلى 3 لتر في اليوم تقريبا. نعم. هاي السوائل احنا لا نعنيها فقط الماء، ولكن نعني الشوربة، العصير، الفواكه، نعني كذلك بيكون من ضمنها الماء، كذلك الأغذية الطرية اللي فيها نسبة سوائل أكثر، مثل عندنا إذا بنعطي مثلا هريس، بنعطي مرقوقة، بنعطي كذا، لأن هاي من توصياتنا هي الأغذية الطرية تكون للمحموم. وحتى المريض يقدر يعني سهولة أن يبلعها أو يأكلها، يعني مو مثل نعم. الأغذية الكاملة أو الصلبة. نعم، هاي من توصياتنا لهم. كذلك عندنا ضعف الشهية وعدم القابلية، هاي من الأشياء التغيرات اللي تصير عند الشخص اللي فيه حمى. صحيح. عشان في تعيق أخصائي لما يكون المريض هذا عنده شهية ضعيفة، تعيق أخصائي تغذية عن وضع نظام غذائي، يعني أنت تبين تحطي له كميات أكل توافق للوضع هذا كما ونوع، بس ما تقرين للغذاء المحموم. عشان في أخصائي تغذية يلجأ لشو؟ توفير الكميات المطلوبة. هو عرف صحيح. الحسبة المطلوبة لهذا الشخص من سعرات، من بروتين وكذا، فيقوم في توزيع هاي الوجبات من 5 إلى 6 وجبات. يعني حتى لو كان عندنا المريض في البيت ما يقدر ياخذ 3 وجبات فقط، لازم نوزع له من 5 إلى 6 وجبات، يعني وجبات صغيرة. نعم. كذلك يحتاج هذا المحموم إلى مراقبة، يعني هل أنت كليت الوجبة؟ شو كثر كلا منها؟ شو كثر بقى منها؟ بالإضافة أني لازم لوقت أكله لازم أقعد معه عشان أشجعه أني يأكل هاي الأشياء. صحيح. وإلا ما بتظهر النتيجة فيما بعد. فنلاحظ الشخص اللي فيه الحمى يبدأ وزنه ينزل وتصير عنده مضاعفات لهذا المرض. صحيح. يعني الغذاء وايد مهم لتعزيز والوقاية من مضاعفات الأمراض المصاحبة، عشان تشي نقولها كوقاية وعلاج. أستاذة عفراء، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج. أول شيء التأكد من الأشخاص اللي فيه عندهم حمى أن غذائهم لازم يكون عالي السعرات الحرارية ومتوازنة. نعم. ثاني شيء لازم أشوف فيه بروتين، هل فيه حليب وبيض، ومثلا إذا هو حب اشتهى شيء. بس في حالات الإسهال لما تكون حمى مرتبطة عنده إسهال، نعم. نحاول نوقف مثلا الحليب، نعطيه بدال الحليب لبن. ممتاز. بداله عندنا السوائل قدر الإمكان نشوف كل البدائل للسوائل، نبدأ نعطيه شوي شوي. الأكل الخاص بالمحموم لازم يكون طري أو مثل الشوربة سائل أو طري، يعني مثل عندنا الهريس قلت لك المضروبة، المكرونة تكون طرية له قدر الإمكان لضعف الشهية، وتقسيم هاي الوجبات له، ودائما لازم نجلس معاه عشان نتأكد أنه هو أكل وجبته وإلا ما بياخذ احتياجاته. صحيح، وهاي نقطة جدا مهمة من ناحية توزيع الوجبة وكذلك التأكد أن أخذ الكمية المطلوبة. نعم. أستاذ عفرة من كنت اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. هذه كانت فقرتنا عبد الله التوعوية. نعم. وتحدثنا عن تغذية المصاب بالحمى، والفقرة يعني كثير مهمة لأن طرحت الأخت عفرة، بحيث أن أثناء صحيح. الإنسان يوم يكون عنده حمى يعني لابد أن تكون عنده ثقافة أنه يعرف يعني توزيع الوجبات تكون صحيح. كيف، والنسب اللي موجودة، وحتى كمية النشويات والكربوهيدرات كيف اللي تكون موجودة بالضبط. في الوجبة الغذائية كيف. دكتورة قبل لا ناخذ الفاصل نحب نذكر مستمعينا الأعزاء أن الفقرة الثانية بتكون ويانا الأستاذة هند جتبي، رئيس مكتب التمريض بقطاع الرعاية الصحية الأولية، وبنتكلم معها أكثر عن الخدمة المتميزة اللي تقدمها الرعاية اللي هي ذكية إلى منزل المتعاملين. فبناخذ إن شاء الله فاصل وراجعين. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي. أحب أن أذكركم بأرقام التواصل ويانا خلال الفترة 6005514114، وعبر الرسائل النصية القصير SMS 4006. ومستمعينا الأعزاء نحب تواصلكم، تتواصلون معنا خلال الفترة هاي، المنصة طبية تهتم بالأمور الطبية، فإذا عندكم أي اقتراح، عندكم أي سؤال تحبون تشاركون معنا إن شاء الله، ونحن بنوصله للجهات المعنية وإن شاء الله بنتواصل معاكم في الردود إن شاء الله. طبعا عبد الله
الحين بننتقل لفقرتنا وبنتكلم عن برنامج الزيارات المنزلية. وتعد خدمة الزيارات المنزلية اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا من الخدمات المتميزة واللي توفرها الهيئة لخدمة المرضى في منازلهم ضمن جهودها المستمرة لتحقيق أقصى درجات الرضا للمرضى والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. وللحديث عن هاي الخدمة يسمى يكون اليوم ويانا عبر الهاتف الأستاذة هند جتبي رئيس مكتب التمريض بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي والمشرفة على خدمة الزيارات المنزلية الذكية. صباحك الله بالخير أستاذة هند. صباحكم الله بالنور والسرور. حياك الله ويانا اليوم في برامج صحة وسعادة. الله يحييك أستاذة هند. حابين ناخذ فكرة عامة عن خدمة الزيارات المنزلية. خدمة الزيارات المنزلية هي زيارات تقدمها هيئة الصحة بدبي تابعة للمراكز الصحية الأولية. نقدم الزيارات المنزلية للمرضى في منازلهم عبر فريق طبي متخصص مزود بأحدث الأجهزة الطبية الذكية. وحققت ما شاء الله الخدمة الزيارات المنزلية جوائز عالمية عدة جعلت يعني في رفع سعادة رضا المتعاملين. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ هند، أي فئة تستهدفون في هذه الزيارات؟ يعني في فئة يعني مهيئين لها هذه الزيارات ولا ما تستهدف فئة معينة؟ لا، في فئات مستهدفة اللي هي كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل في فترة العدة والغير قادرين على زيارة المراكز الصحية. نعم نعم. أستاذة هند، أيضا يعني من خلال حديثنا أو حديثك معنا في موضوع الزيارات المنزلية، طبعا أنتم تقدمون خدمة متكاملة بالنسبة للشخص اللي يحتاج إلى خدمة منزلية، فأكيد هناك وسائل معينة كتقنيات حديثة وأجهزة حديثة تستخدم أثناء وجودكم في البيت لمعالجة المريض. لو تكلمينا عن هاي الأجهزة والتقنيات الحديثة اللي أنتم تستخدمونها في علاج الإنسان في بيته. إن شاء الله. إحنا زيارة منزلية يقوم فريق طبي متكامل من ممرض وطبيب بزيارة المريض وتقييمه تقييم شامل مع وضع خطة علاجية للمريض وتوفير المستلزمات اللي يحتاجها المريض، من ضمنها يسوي له فحص السكر والضغط والتحاليل وغير ذلك. الممرضة تكون معها حقيبة ذكية تحتوي كل الأجهزة الذكية. الحقيبة تتكون من جهاز لوحي آيباد مع راوتر 4G، جهاز قياس الحرارة وجهاز قياس الضغط، جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم وجهاز تخطيط القلب وجهاز قياس السكر، وعندنا جهاز بعد فحص السمع وسماعة طبية. نعم. بمجرد أن المرضى تقوم بهذه الفحوصات كلها، كل القراءات على طول تدخل في نظام سلامة، ونظام سلامة معروف عندنا في هيئة الصحة بدبي هو الملف الإلكتروني للمريض. نعم. صحيح. أستاذة هند، هي نعم، بس كيف الطريقة؟ يعني مثلا لو تشرحين لمثلا الشخص كيف يقدر يقدم على الخدمة هاي، إنه يحتاج إنه فريق طبي متكامل يزور البيت، أو كيف الآلية، كيف الرقم إنه ممكن الشخص يتصل ويتلقى الخدمة هاي؟ عندنا كذا طريقة للحصول على الخدمة، منها إنه يتصل الكول سنتر DHA 800342، أتوقع نعم. إذا ما كنت غلطان في الرقم. صحيح. وعندنا الموقع الهيئة الصحة بدبي، في بعد فورم يتعبى، وعندنا بعد يوصل للمركز التابع، المركز الصحي التابع له. طبعا احنا عندنا 12 مركز صحي في هيئة الصحة بدبي. نعم. موزع على ديرة وبر دبي، كذا مركز صحي، فهو اي مركز صحي تابع له مثلا المأخوذ يروح المأخوذ ويعبي الطلب او بالكول سنتر او موقع الهيئة. نعم. أستاذة هند، حابين نتعرف كم بخصوص عدد المستفيدين من هذه الخدمة اللي تقدمونها؟ حاليا عدد المستفيدين 1654 مستفيد، بس عدد الزيارات وصلت ل 18600 زيارة في سنة 2019. ما شاء الله. طبعا لمسنا البارحة يعني، وطبعا يعني من ناحية فرح الناس بهذه الزيارات المنزلية وكم تقدم له يعني من مجهود كذلك، ويعني نوعية الخدمة اللي توصل في الزيارات المنزلية للناس حتى في بيوتها. فلمسنا البارحة في تغريدة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم يعني بخصوص رسالة الشكر اللي وجهتها
المواطنة بخصوص الزيارات المنزلية وخاصة اللي توصل البيت. يعني هذه الخدمة جدا متميزة ولها دور كبير يعني، وخاصة أن توصل للمريض لين بيته يعني بدون أي مجهود وبدون أي شيء يعني، وتوصل يعني بطريقة متكاملة، وخاصة أنكم ضفتوا لها الأنظمة الذكية كذلك يعني، ما فقط كزيارة منزلية عادية للبيت. نعم دكتورة، مثل ما ذكرنا نحن وتحدثنا قبل أن هي زيارة متكاملة. صحيح. حتى اليوم يعني إذا تم يعني علاجه في البيت حتى الأدوية ما يحتاج أنه يصير المستشفى ويأخذها، ممكن توصل الأدوية وهو في بيته. فهاي أصبحت اليوم في دبي يعني منظومة متكاملة للمريض، أنه ما يحتاج أنه يصير مستشفى، طبعا بناء على الشروط اللي حاطتها إدارة الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي. صحيح. أستاذ هند، حابين نتعرف كذلك على الجوائز العالمية اللي حصلت عليها هذه الخدمة. ما شاء الله فازت هيئة الصحة بدبي عديد من الجوائز العالمية، منها جائزة السيفي الذهبية كانت في عام 2019. نعم. وجائزة ADC للمدن الذكية. نعم. وحصلت على جائزة أول رعاية منزلية تحصل على الاعتماد الكندي، أخذنا المرتبة الماسية يعني للرعاية المنزلية. ما شاء الله. والمرتبة الذهبية في جائزة تجربة المتعاملين الدولية. ممتاز ممتاز. كلمة أخيرة توجهينها أستاذة هند لمستمعينا خلال البرنامج. إن شاء الله إحنا نطمح للأفضل ونقدم زيارات منزلية أفضل إن شاء الله، وكل مرة إن شاء الله في تطور وأحسن، ونحاول يعني نرضي متعاملينا ومرضانا إن شاء الله. نطمح إن شاء الله. إن شاء الله. الحين وصلنا نسبة يعني متعاملين فرحهم للخدمة ب 98، إن شاء الله نطمح للأمية. إن شاء الله إن شاء الله. قبل ما ننهي معاك في مداخلة. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. صباح الخير. صباح النور سرور، حياك الله ويانا. عبد الله كيف حالك؟ عايشة؟ شو أخبارك؟ مبروكين على اليوم الإذاعي. الله يبارك فيك. الله يسلمكم إن شاء الله. فرحتينا صراحة، شكرا. لا لا بالعكس، تستاهلون تستاهلون الصراحة. الله يسلمك، شكرا. يعني باخذ شوي من وقتكم بخصوص الخدمة المنزلية هاي، طبيب لكل مواطن. الوقت كله لك، تفضلي طال عمرك. الله يسلمك. بس الخدمة المنزلية مختلفة عن طبيب لكل مواطن. نعم. أوكي، هاي غير هاي غير. هذه غير وهذه غير. إنزين. بعد سؤالي حق الخدمة المنزلية، في حالة أنا حالتي كانت مثلا أرجنت أو مثلا حالة طارئة عندي، نعم، الطبيب يوم بيني البيت أنا الحالة تستدعي عندي أني أنا مثلا أسير المستشفى، شو الإجراء اللي أنتوا تسوونها في هالحالة؟ أول سؤال. نعم. السؤال الثاني، يوم بيوني البيت هل هناك في رسوم معينة أم لا؟ نعم. السؤال الثالث، أنا كموظفة يعني مثلا تعبت، صار عندي شيء وما عندي حد يوديني يعني الطبيب لين البيت، هل هناك بيكون في خدمة إصدار شهادة إجازة مرضية نفس الوقت أم لا للموظفين؟ يعني مثلا أنا كموظفة حالتي ما تسمح لي أن أنا أسير المستشفى واستدعيتهم وهم يوني البيت، هل في هناك يعني يقدرون يسووا لي مثلا نفس الوقت الطبيب اللي بيزورني بيسوي لي إصدار شهادة إجازة مرضية لدوامي ولا لا؟ أستاذ هند إن شاء الله بجاوبنا الحين. أستاذ هند أهلين. أهلا. بخصوص أول سؤال، إذا الطبيب كان موجود وكانت الحالة طارئة فكيف يعني كيف يتم التعامل مع الحالة في هذه الحالة؟ إذا الحالة طارئة والدكتور ما قدر يعالج المريض في البيت، طبعا احنا دائما نقولهم اطلبوا الإسعاف يعني. صحيح، وهاي لأن أساس يعني علاج طارئ ونتفادى الأشياء اللي تكون بعدين كومبليكيتد. صحيح. السؤال الثاني كان موجه أن هل الخدمة عليها رسوم أو تكون مجانية؟ للمواطنين مجانية ما عليها رسوم. نعم. السؤال الثالث بخصوص الإجازات المرضية، إذا كانت يعني إذا كان الفريق جاي عند المريضة في البيت، الإجازة المرضية هي بيصدرها الدكتور بس ما بيقدر يعطيها إياها، لأن اللي أنا عارفة يعني أن فيها دفع رسوم على الإجازة المرضية للتصدير 70 درهم، وكذلك حتى الفئة المستهدفة
الفئة المستهدفة يمكن تختلف من فئة كبار لفئة. المواطنين فما ما ما يكونوا على رأس عملهم صحيح، فهذه لكم وأصحاب الهمم والآرام من فترة العدة يعني. صحيح صحيح. نشكرك أستاذة هندج تبي. العفو. أستاذ هندج تبي رئيس مكتب التمريض بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي والمشرفة على خدمة الزيارات المنزلية الذكية، شكرا لك. كانت هذه فقرتنا عبد الله بخصوص برنامج الزيارات المنزلية. بنطلع فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الاعزاء يا مرحبا بكم وسهلا مره ثانيه، ونرحب بكل من تواصل معنا، ونحب ان نذكركم بارقام تواصل بارقام التواصل معنا على 600-551414 وعبر الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006. دكتوره عائشه ناخذ فقرتنا الثانيه، وبتكون معنا الدكتوره ديما كمال عبد المنان استشاري غدد الصماء بمركز دبي للسكري. تعتبر إصابة القدمين من أهم المضاعفات المزمنة لمرضى السكري، وقد يعاني مريض السكري من مشاكل عديدة في القدمين، وحتى البسيط منها يمكن أن يتحول إلى حالة متقدمة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة ديما كمال عبد المنان استشاري الغدد الصماء بمركز دبي للسكري والعميد الكلينيكي لجامعة دبي الطبية. دكتورة ديما صبحك الله بالخير والنور والعافية. الله يصبحك بالخير أخي العزيز. الله يحييك. دكتورة ديما، أنا دائما أقول الحديث عن داء السكري حديث شيق. صحيح. فنحن صحيح. سعداء جدا أنك معانا اليوم، وبنتكلم عن داء السكري ومضاعفاته، يمكن وبندردش معاك عن السكري، وبنتطرق إلى موضوع الإصابة القدمين. أكيد. نعم. دكتورة، نتحدث بداية عن مضاعفات مرض السكري وأعضاء الجسم المهددة بهذا المرض. صحيح. احنا طبعا دكتورة ما نحب نقول مرض، نقول داء السكري تلطيفا يعني للموضوع. أكيد. هو اللي بتعايش مع داء السكري، احنا من أول ما نحكي مع المريض بهذا الموضوع على طول بنوعيه أنه الهدف من ضبط السكر هو منع المضاعفات، لأنه الخطر من المرض مش ارتفاع السكر المؤقت أو هبوطه المؤقت، هي المضاعفات اللي بتصير على المدى المزمن أو المدى الطويل. صحيح. ومن أهم المضاعفات هذه أو الأعضاء اللي بأثر عليها مرض السكر على مدى الزمن هو أهم أعضاء الجسم اللي هي القلب والأوعية الدموية، العيون، شبكية العيون، القدم، الكلى. وطبعا في يعني مضاعفات تانية ممكن إنها ما تكون بس بسبب السكري، بس المريض اللي عنده داء السكر بيكون كمان عرضة إنه يكون عنده مثلا ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، وهاي بحد ذاتها تشكل عوامل خطر على نفس الأعضاء اللي السكر بيأثر عليها. صحيح. دكتورة، طبعا من المضاعفات اللي ذكرتيها تقريبا كل أجزاء الجسم متأثرة بهذه المضاعفات. أكيد. يعني مو بجزء أكيد. واحد. وطبعا في أشياء كثيرة تتعلق من ناحية القدم، يعني خاصة من ناحية الجروح أو من ناحية التقرحات اللي تكون موجودة في القدم، وخاصة لمريض السكري. فشو هي عوامل الخطورة خاصة في الناس اللي تكون عندهم تقرحات أو عندهم نقول جروح في الرجل؟ يعني دائما يمكن ياخذ الواحد يعني نقولها، يعني احنا كأطباء يمكن عارفين ما بكل جرح أو كل تقرح بيوصل لقرقرينة أو بيوصل لالتهاب شديد، فشو هي عوامل الخطورة اللي توصل المريض لهذه الـ يعني عوامل المراحل المتقدمة؟ نعم. بشكل عام يعني ارتفاع السكر بحد ذاته بيأثر على أعصاب الجسم كلها، وطبعا القدم مثل ما بنعرف فيها أعصاب وفيها أوعية دموية. صحيح. فلما تبدأ أعصاب القدم تتأثر بارتفاع السكر المزمن، الإحساس بشكل عام سواء الإحساس بالحرارة أو بالبرودة بتأثر، ولذلك المريض يعني مرات ما بينتبه إنه في لو شرخ بسيط أو جرح بسيط. ومثل ما حضرتك تفضلتي، مش كل شرخ أو جرح ممكن يؤدي لمضاعفات، لكن صحيح. عشان هيك إحنا دائما بنأكد إنه من أهم الأسئلة اللي بنسألها للمريض ومن أهم الأشياء اللي بنحب إنه المريض يتعلمها هو كيف يفحص إجره كل يوم وشو الأشياء اللي ينتبه إلها.
هلأ في عوامل طبعا بتكون بتختلف من إنسان لإنسان، يعني إذا كان الإنسان أصلا سواء عنده مرض سكري أو لا، مثلا مولود بخلينا نقول عيب خلقي في القدم بالنسبة للعظام أو الأصابع، هدول الناس بيكونوا عرضة أن تصير عندهم هاي الأشياء أكثر من غيرهم. صحيح. الناس اللي هي طبعا في مراحل متقدمة من السكر والإحساس عندهم بالحرارة يعني مش مزبوط، كمان هدول عرضة كتير. الناس المدخنين أكيد يعني التدخين بحد ذاته بيأثر على الأوعية الدموية بالقدم، وضيفي عليه مرض السكر فأكيد رح يكون التأثير مضاعف. صحيح. الأشياء الثانية مثل ضغط الدم وارتفاع الدهون والكوليسترول كمان بتأثر على الأوعية الدموية أكثر بالقدم، فكل هاي العوامل وجودها بيخلي الإنسان عرضة أكثر أنه يصير عنده مضاعفات في القدم. صحيح أكيد. طبعا في يعني أكيد يعني واحدة من الأسباب اللي تقي هذه الأشياء أو تقي هذه المضاعفات العناية بالقدم دكتورة، فكيف مريض السكري يقدر يعتني بقدمه؟ أكيد. هلأ إحنا يعني المريض أهم إشي زي ما قلت إنه يفحص القدم كل يوم. فحص القدم بتكون من إنه أولاً يشوف الجلد بشكل عام سواء من المقدمة أو مؤخرة القدم، يتأكد إنه ما في تقرحات ما في جروح، حتى مرات لو جلد ناشف أو زايد هذا في بداية المراحل ما بيكون في منه مشكلة، بس لو لا سمح الله مثلا هذا الجلد يعني انشد أو انقطع والمريض ما حس بهذا الإشي ممكن طبعا أنه الأمر يتطور والمريض مش منتبه، فعشان هيك مهم أنه المريض دايما يتطلع أنه هل الجلد مستوي ما في أي تقرحات ما في زيادات نتوءات، هذا رقم واحد. رقم اثنين العناية بالأظافر وطريقة قصها بطريقة صحيحة بحيث أنه يكون الأظفر بشكل مستوي وما في برضه يعني جهة أعلى من جهة أو هيك اللي تخلي القدم عرضة، أنه مثلا إذا النعال أكرمكم الله يعني لبسه المريض أنه يأثر عليه أو يضغط عليه بطريقة خطأ. فحتى هذه أنه كيف الواحد بيعتني بالأظافر بالنسبة للقدم كمان بهمنا أنه المريض يكون عارف شو يعمل فيها. إذا المريض كمان بنقول له شاف أي تغير في لون الجلد حتى لو يعني احمرار ازرق الجلد اصفر او لقى انه مثلا في انتفاخ في منطقه معينه، ما يتردد ابدا انه يسال عن هذا الشيء، يعني ما يقول خليني اشوف بركي انه يروح هذا الشيء لحاله. صحيح. المنطقه الثانيه اللي كثير مهمه بالقدم هي بين الاصابع نفسها، فطبعا مع الوضوء واذا انبلت هاي المناطق لازم المريض دائما ينتبه انه يعني بتاكد انه نشف المنطقه هذه بطريقه سليمه بحيث انه ما يضل مي، لانه مثل ما بتعرفي اكيد بيؤدي انه البكتيريا تتجمع. صحيح. والفنجس يعني الفطريات وهاي الأشياء. وهاي النقطة جدا مهمة ذكرتيها دكتورة، يعني أن يعني خاصة بعد الوضوء أو الواحد يغسل الرجل أو شيء ينسى مرات يجفف هذه الأماكن، واللي مرات بؤرة الالتهاب تكون منها. نعم. أكيد أكيد. دكتورة ديمة، بس بنذكر لمستمعينا الأعزاء بأرقام التواصل معنا الدكتورة ديمة كمال عبد المنان استشاري الغدد الصماء بمركز دبي للسكري، يمكنكم أنكم تتواصلون ويانا، وإذا عندكم أي سؤال يخص داء السكري مضاعفات السكري كل ما يتعلق بداء السكري على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. دكتورة ديمة، مثل ما ذكرتي أن يعني الإنسان عند إصابة بداء السكري لابد أن يكون عنده أيضا ثقافة متكاملة أن كيف يدير الموضوع هذا بشكل ذاتي، لأن نحن اليوم مثل ما نعرف أن يعني إدارة الحالة تكون تقريبا 70% عند الإنسان نفسه. لو تحدثينا دكتورة عن البرنامج العلاجي اللي هو المتكامل في مركز دبي للسكري اللي تقدمونه منتو اللي تقدمونه حق المرضى. أكيد. في مركز دبي للسكري إحنا عبارة عن فريق بتكون من الطبيب وأخصائي التثقيف الصحي، أخصائي التغذية، أخصائي فحص شبكية العيون، أخصائي فحص القدم، وأخصائي الرياضة. كل هدول الأخصائيين بيقدموا تثقيف وطرق للوقاية والعلاج، والمحور هو الإنسان أو المريض نفسه، فبحيث انه الانسان هذا لما يجي على المركز بحس انه عنده
يعني عائلة تتكون من جميع هذول الأفراد، وهم دائما بيجاوبوا على أي استفسارات، وبرضه بيتابعوا المرض معاه زي ما حضرتك قلت. هو المتابعة الأساسية بتصدر من عند الإنسان نفسه، وإحنا فقط موجودين دائما لأنه ننصح، نعالج، نناقش أي إشي المريض عنده استفسار حواليه. نعم صحيح. فالفريق الطبي معناته انه هو يكون الداعم اللي يدعم المريض بالمعلومات وبالاشياء اللي يحتاجها، على اساس انه يكون عنده هاي القدره بحيث انه يدير المرض بشكل ذاتي. دكتوره صحيح صحيح صحيح. يعني مثل ما حضرتك قلت، طبعا الاداره بتيجي من عند المريض نفسه، بس كمان احنا ما بنقدر نحط العبء على المريض بهيك داء مزمن. يعني المريض لما اول ما يعرف انه عنده مرض السكر، في كتير اشياء بده لسه يستوعبها ويتعلمها، وكل انسان وكل جسم غير عن الثاني، وعشان هيك المساله بدها دعم. واحنا ما بنتوقع من المريض لحاله انه يعرف كل شيء او يضبط اموره بروحه، يعني لازم احنا نوفر له هذا الدعم، وهذا هو يعني الايجابيه من وجود فريق متكامل مثل اللي موجود في مركز دبي للسكري. صحيح. دكتوره ديما، طبعا وحده من العيادات المتميزه عندكم في مركز دبي للسكري اللي هي عياده العنايه بالقدم، ممكن تحدثينا أكثر عن هذه العيادة وشو دورها كذلك؟ صح، إحنا في مركز دبي للسكري عندنا عيادتين للقدم، أخصائيتين موجودين. طبعاً المريض أول ما يجي بأول زيارة إله، لما يشوف الطبيب وبشوف كذلك أخصائي أو أخصائية التثقيف وأخصائي أو أخصائية التغذية، طبعاً نناقش معه أمور القدم اللي تحدثنا عنها بشكل عام، وبنوعيه عن دور السكر في على القدم وتأثيره عليها. بنفس الوقت بيعتمد طبعا هو شو نوع السكر اللي عنده وشو مرحلة السكر، بنعمل له موعد انه يشوف اخصائي القدم. طبعا بيكون المريض يعني اوريدي انفحص من قبل الطبيب، اوريدي اخصائي التثقيف كلمه في هذا الموضوع، لكن لما يشوف اخصائي القدم بصير هناك حديث وفحص متكامل للقدم من خلال اجهزه متطوره عشان نتاكد شو وضع اعصاب القدم بالضبط. يعني الفحص الاكلينيكي اللي الطبيب بيعمله على الجانب السريري فحص معين، لكن لما يروح عند أخصائي أو أخصائية القدم الفحص بيكون كمان متقدم زيادة بأجهزة متقدمة عشان نقدر نحدد بالضبط وين حاليا وضع أعصاب القدم، لأنه مثل ما قلنا أنه هذا هو أكبر عامل بيؤدي لأنه يصير أي مضاعفات في القدم. صحيح. غير هيك يتم فحص برضو الأوعية الدموية والدورة الدموية في القدم من خلال فحص النبض وفحص الجلد وفحص حرارة القدم وهكذا. كذلك من خلال عيادة القدم يتم تقليم الأظافر بطريقة صحيحة وتعليم المريض كيف أنه يسويها. طبعا هم بالعيادة كمان موجودة عندهم زي مستحضرات معينة وشوز يعني معينة كمان بيورجوها للمريض وبنصحوه أنه شو السايز المناسب له، كيف أنه يلبس الشوز أو الجرابات أو هيك على أساس أنه يعني يحمي القدم دائما. وكل النصائح اللي تحدثنا عنها من خلال مثلا تنشيف القدم صحيحا أو كذا تتم في هاي العيادة. هلا كمان هم اذا مثلا اوكي المرحله كانت شوي متقدمه اكثر، اوريدي كان في مثلا شرخ او جرح بسيط او تقرح بسيط، عندنا الاخصائيين قادرين على تنظيفها وتغطيته بطريقه معينه لحد ما هذا الشيء يلئم. لكن مثلا اذا شافوا انه والله الحاله متطوره او بدها تدخل جراحي، كمان في تواصل مباشر بين عياده القدم عندنا في المركز وبين عيادات مستشفى راشد بالنسبه للاوعيه الدمويه وعياده القدم السكري، بحيث انهم بيحولوا المريض هناك وبيحكوا مع الجراح انه والله حاليا في تدخل جراحي لازم. دكتورة مثل ما ذكرتي أنه يعني اللي يميز مركز دبي للسكري اليوم أنه مثل ما ذكرتي أنه هي منظومة علاجية متكاملة، وأهم نقطة اللي هي استمرارية العلاج. فكل الخدمات اللي تقدم في مركز دبي للسكري لابد أنها تكون يعني مرتبطة مع بعض وفي برنامج يعني متكامل، بحيث أنه يعني الهدف من الموضوع هذا أو من البرنامج هذا أن الإنسان يكون مصاب بالسكر ولكنه يعني ما عنده مضاعفات السكر في المستقبل. أكيد. صحيح. أكيد، وإحنا بنحاول قدر الإمكان يعني
يعني يمكن 100% من مرضانا انه بيتابعوا مع نفس الفريق، يعني بنحاول انه ابدا ما يتم تغيير اي عضو من اعضاء هذا الفريق، بحيث انه المريض يكون في استمراريه متكامله يعني في متابعته. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتوره ديما. تسلمي، الله يخليك، شكرا. دكتوره ديما كمال عبد المنان، استشاري القدد الصماء بمركز دبي للسكري والعميد الكلينيكي لجامعه دبي الطبيه. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. شكرا دكتوره. طبعا عندنا وقت للدراسه واليوم لو ماشي وقت، لا خلاص الدقيقه الاخيره الحين لختام البرنامج، قد دقيقه واحده. اليوم ايمن زعلان علينا شكله لان المدير موجود. فهذه فقرتنا الاخيره، واللي تكلمنا عن مضاعفات مرض السكري وتاثيره السلبي على الاطراف وخاصه القدمين. نعم. هذه كانت فقرتنا لليوم. عبد الله، نشكر فريق العمل ويانا اليوم في الاعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الاخراج ايمن سرحيل. مشاركي للحلقة اليوم الأستاذ عبدالله جمعة، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد الجاي على خير وسلام وسعادة، ونتمنى لكم إجازة سعيدة للجميع إن شاء الله. نعم. ونشكر طبعا الضيوف اللي موجودين معانا اليوم في الاستوديو، الأستاذ عبدالله شرهان والأخت آمنة، حياكم الله، نورتونا اليوم، ومشكورين طبعا يونا يحتفلون ويانا اليوم، اليوم العالمي للإذاعة. حياكم الله ويانا كل مرة، نتريا إن شاء الله جميعا بصحة وسعادة. وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.